شو ما كان عمرنا وشو ما كان جنسنا ممكن يظهر مشاكل بالجهاز الهضمي، والسبب ممكن يرجع لعدة أسباب، ومن بين هالمشاكل انسداد القناة الصفراوية يلي إذا أهملناها ممكن تسبب لنا للأسف مضاعفات نحن بغنى عنها. لنعرف أكثر صار معنا باستوديو دوز دكتور بشر دابول اختصاصي بأمراض الكبد والجهاز الهضمي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا فيكم. أهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. بالبداية خلينا نحكي شو المقصود بانسداد القناة؟ القناة الصفراوية هي عبارة عن قناة مليمترية صغيرة كتير، قطرها حوالي نص سنتي، طبعا بتزيد وبتنقص حسب المريض. هي بتصل ما بين الشجرة الصفراوية الموجودة بالكبد وما بين الاثني عشر يلي هو العفج، وبتصب عليها المرارة، فهي مسؤولة عن نقل المادة الصفراء اللي هو ينتجها الكبد واللي هي ضرورية لهضم المواد الدسمة اللي بناكلها، وبتفرز أو بتنقل هاي المادة الصفراء من الكبد إلى الاثني عشر وقت يوصل الطعام حتى تهضمه، والمرارة بتكون على الجنب اللي هي الخزان الاحتياطي لتخزين المادة الصفراء الإضافية اللي بينتجها الكبد، وقت تجي وجبة دسمة بتتقلص المرارة وبتطلق هذه المادة الصفراء حتى تستطيع هضم المواد الدسمة اللي نحن بناكلها. فهي القناة إذن حيوية جداً، هي مثل ما تقولي التصريف الرئيسي للمادة الصفراء اللي بينتجها الكبد واللي مسؤولة عن الهضم. إذا أصاب أي انسداد أو تضيق أو ورم أو عائق، هذا الأمر ممكن يؤدي لمشاكل صحية مهمة كتير، وأول عرض منها هو اللون الأصفر اللي هو اليرقان اللي بيشوفه المريض. طيب دكتور، قلنا أعراضها، بدي أعرف من حضرتك شو أهم أو أكثر شيء بيميز أعراضها لانسداد القناة الصفراوية؟ تمام. أهم شيء نحن اللون الأصفر مثل ما حكينا، اليرقان واللي بيتظاهر مو بس باللون الأصفر بالبشرة، البول الأحمر والبراز اللي لونه فاتح، وممكن تكون مترافقة مع ألم شديد قولنجي يلي وقت تكون السبب هو حصى سادة للقناة الصفراوية، بيشبه ألم المرارة تماما وقد يكون أشد، وممكن يكون غير مؤلم، وهذا بيخوفنا أكثر. نحن ننبسط وقت يكون في ألم، لأنه وقت يكون غير مؤلم ممكن يكون السبب هو عبارة عن تضيق قد يكون غير حميد، قد تضيق خبيث، سواء كان بسبب أورام بالبنكرياس أو بسبب أورام بالقناة الصفراوية نفسها. والعرض الثالث هو الحرارة، وقت يكون ترافق هذا الانسداد مع التهاب، لأنه معلومكم أول ما تنسد القناة الصفراوية الشجرة الصفراوية كلها بتصير تتوسع وبصير مثل المستنقع، فأي جرثومة بتدخل إلى الجسم بجوز من فرشاية الأسنان بجوز من وجبة طعامية غير نظيفة، بتلاقي هذا المستنقع يعني فرصة سانحة حتى تتكاثر فيه وتعمل التهابات وبترتفع الحرارة، وممكن ندخل بشي اللي بعدها يلي هي صدمة الإنتانية، بيهبط الضغط وبينحل الإنسان وممكن يدخل بسبات إذا ما تعالجت بالوقت المناسب. لا قدر الله. لا دكتور قدر. طيب الأسباب اللي بتشمل لحتى يصير عنا نحن انسداد صفراوي شو هي؟ هلأ أشيع سبب وهو يعني أحلى سبب هو الحصيات يلي بتجي سواء كانت من المرارة وبتهرب بتسد القناة الصفراوية، أو ممكن تتشكل بالقناة الصفراوية نفسها، وهي إلى عدة أنواع، حصيات صفراوية وحصيات كوليسترولية، بس هذا ما بهم، مهم أنه حصى مسكرة القناة الصفراوية. طيب. السبب اللي بيجي بعده هو تضيقات اللي بتصيب القناة الجامعة، وهذه ممكن تكون تضيقات سليمة مثل ببعض الأمراض مثل التهاب الطرق الصفراوية البدئي، وممكن تكون تضيقات غير سليمة بسبب أورام اللي بتصيب القناة الجامعة أو أورام البنكرياس أو العقد اللمفاوية الخبيثة اللي بتضغط من برا. طبعا في أسباب أخرى ممكن تؤدي لانسداد القناة الجامعة، من بيناتها الطفيليات مثل ما بنعرف الكيسات المائية اللي بتصيب الكبد احيانا تنتج اكياس منتشه وبتصب القناه الصفراويه بتسدها، احيانا دوده الاسكاريس بتزحف من الامعاء وبتدخل عبر الحليمه حشريه وما مكانها بس بتفوت وبتسكر القناه الجامعه، احيانا ممكن يكون محدثه من قبل اطباء الجراحين وهن عم يستقصوا المراره، بتلاقي حطوا كلبسه او خرزه على القناه الصفراويه بالغلط او بلطشوها بالغلط، ممكن تؤدي لتندب وتضيق بالقناه الجامعه. هدول أهم الأسباب اللي ممكن نفكر فيها وقت نشوف يعني مشاكل اليرقان الانسداد هي اللي بيؤدي إلى انسداد القناة الجامعة. طيب دكتور، هلأ أنا في حال مثلا أهملت الحالة أو أهملت، شو المضاعفات اللي ممكن نحن نوصلها وهل هي خطيرة؟ طبعا أول شيء الألم،
يعني ألم مزعج، اليرقان يلي ممكن أحيانا إذا استمر لفترة طويلة يؤثر على وظيفة الكبد ويصير غير قابل للتراجع، بيصير غير عكوس. ممكن أنه مثل ما حكينا ندخل بالصدمة الإنتانية، والصدمة الإنتانية قد تكون قاتلة. بالمناسبة نحن مثلا في جهاز في اختصاصنا، الاختصاص أمراض الهضم، عنا إسعافين رئيسيين بس نركض فيهم للمشافي، وما عدا ذلك ما منتفاعل بشكل كبير. واحدة منهم انسداد القناة الصفراوية اللي مترافق مع إنتان، وبالتالي ممكن يعني يؤدي للصدمة الإنتانية. والثاني واحدة هي النزف الهضمي الصاعق، فهي واحدة من أهم الإسعافات اللي بتخلينا نحن نتفاعل كتير مع المريض. وأهم والسبب الثالث هو إذا كان سببه ورمي، وبيكون الورم بلش صغير وإذا أهملناه ممكن ينتشر ويصير غير قابل للعلاج. تمام. طب دكتور، هاي الحالات اللي شفناها نحن بانسداد القنوات الصفراوية، أو خلينا نقول قناة صفراوية، ممكن تصيب الأطفال ولا حصرا هي بدها تتم عند البالغين؟ ممكن طبعا، هي الحمد لله أنه أندر بكتير عند الأطفال. في بعض الأمراض الخلقية مثل البيليري أتريشيا بسموها، يلي هي بيولد الطفل احيانا والشجره الصفراويه مغلقه بتكون عنده كتشوه خلقي، وممكن هذه تعالج احيانا جراحيا واحيانا تنظيريا. الحصيات القناه الجامعه نادره عند الاطفال، كثير نادره، بس يعني بنشوفها بجوز بالكم سنه نشوف حاله. ما لا مستحيله، لا ما لا مستحيله بس نادره. الكيسات القناه الصفراويه كمان احيانا بتسبب نوع من انواع التضيقات، كمان هي منشوفها عند الأطفال، ما هي موجودة عند الكبار والأطفال. طبعا. بس على العموم هي أقل عند الأطفال. طيب دكتور، آلية العلاج هل ممكن تكون دوائي أو جراحي؟ كمان حسب الحالة، لكن أهم وسيلة بالعلاج هي اللي شفناها بالفيديو، هي إجراء تنظير القناة الصفراوية أو المسمي الـ ERCP. هو حل مشكلة كبيرة بمعالجة الانسدادات الطرق الصفراوية، وصار في له أدوات كثيرة وصار كثير متطور، وفي فن جميل جدا حتى يعني يمكن إنجازه. والآلية هو أنه نخدر المريض وندخل المنظار عبر الفم حتى نصل إلى الاثني عشر مثل مطالع بالفيديو، وبأدوات كتير دقيقة وكتير حساسة مندخل على القناة الجامعة ومنوسع فوهتها، وبعدين مندخل بقى إكسسوارات مختلفة اللي هي الأسلاك الدليلة، البولين مشان نسحب الحصيات، أحيانا منفوت موسعات سواء كانت بالون توسيع أو شمعات سيليكونية منوسع التضيقات. ممكن أحيانا استخدم الشبكات بسحب الحصيات الكبيرة، ممكن استخدم الضغط الهيدروليكي حتى نفتت بعض الحصيات الكبيرة، ممكن نستخدم الأمواج فوق الصوتية من الخارج كمان حتى نفتت بعض الحصيات. بحالة الأورام ممكن نحط الستنتات أو الدعامات، وهي في منها أنواع بلاستيكية وفي أنواع معدنية، في طيف واسع من الإجراءات اللي ممكن نعملها عن طريق التنظير. الأمر الطريقة الثانية أحيانا مستخدم أدوية مثل ما ذكرتي من المضادات الحيوية في حال وجود الالتهاب، في بعض الأدوية مثل أورسيدي أوكسيكوليك أسيد، هذا يذيب الطين الصفراوي إذا كان هو اللي عم يسطم القناة الجامعة. في بعض الأمراض علاجها بيكون مناعية المنشأ اللي بتسكر القناة الجامعة، بنستخدم لها الكورتيزون، ففي علاجات دوائية كمان. وأخيرا في الجراحة، وقت يكون في عندنا أورام مضيقة للقناة الجامعة أو حصاة كبيرة لم يمكن استخراجها، أو كيسة قناة جامعة بدها استئصال، نلجأ لزملائنا الجراحين مشان يساعدونا. تمام دكتور. العفو دكتور، شو بتحب نقدم نصايح للأشخاص اللي عم يتابعونا هلأ حول هذا الموضوع؟ هلأ يعني أنا خايف نكون كتير عم ننق على المرضى، نحن دائما بنقول لهم الحمية قليلة الدسم، بكل مرض بنقول لهم الحمية قليلة الدسم، لأنه معلومكم الحصيات هي منشأها هو الوجبات الدسمة. صحيح. وقت يزيد الدسم بالطعام بيزيد تشكل الحصيات، ونحن دائما بنقول مشان الله روحوا على الخضروات وعلى الفواكه، بس صرنا نقائين مثل ما حكينا بهذا الموضوع. فهذا النصيحة الأولى. والنصيحة الثانية أنه اليرقان هو عرض يستدعي مثل ما حكيته في بداية اللقاء، يستدعي العجلة بمعالجته، أنه ما نحاول نهمله. تمام. دكتور كالعادة شكرا كثير على كل شيء قدمت لنا اياه وعلى معلوماتك القيمة. شكرا لكم. شكرا لك. يا أهلا.